خبر انه حصل خناقه بين اللعيبه وهم رايحين اوضه اللبس بين اللعيبه المصريين ولاعيبه المغرب، ايه اللي حصل؟ اه ده حقيقه، اللعيبه المصريين داخله بعد المباراه تحتفل بالفوز الكبير على منتخب المغرب، منتخب كبير. واللعيبه ما كانش يعني كانت الفرحه مش طبيعيه بعد الفوز على منتخب المغرب، ودخلوا في نفس الوقت كانت لعيبه المنتخب المغربي داخله الاوض اللبس، ففي هم بيتقابلوا في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، فاللعيبه حصل اشتباك بالايدي بين معظم لعيبه المنتخب المغربي بكل نجومهم و لعيبه اشتباك بالايدي بين لعيبه مصر وبين لعيبه المغرب. اه بالظبط، اشتباك بالايدي بين لعيبه المنتخب الوطني ولعيبه المنتخب المغربي. حاول بعض مسؤول الكاف ان هو يفض الاشتباك، وحاول مسؤول رئيس الاتحاد المغربي ان هو يفض الاشتباك، ولكن تكاثر الاشتباك وتفاقم الموضوع الى ان تدخل بعض الاداريين في المنتخب المصري وبعض الجهاز الفني في المنتخب الوطني وفض الاشتباك، وروجر المدير الفني لمستر كروش المدير الفني المنتخب الوطني ذهب لغرفة خلع الملابس للاتحاد المغربي ورئيس اتحاد المغرب واعتذر له، واعتذر للمغرب عن الاشتباك اللي حصل ده. وفي الاول وفي الاخر يا استاذ عمرو احنا عارفين ان المغاربه يعني اشقاء، وشوفنا اكتر من لعيب مغربي بيتصور. طب احنا